ودلوقتي جه ميعادنا مع شخصية الحلقة. شخصية الحلقة النهاردة صاحب لقب كاهن معبد الحب، الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. ولد الكاتب الراحل وتوفى أيضا في شهر يناير، ومن أهم ألقابه نصير المرأة. والدليل على أنه مازال تتواصل نجاحاته حتى بعد وفاته أنه دار نشر الجامعة الأمريكية قامت بالقاهرة طبعا، قامت بإصدار الترجمة الإنجليزية الأولى لروايته لا أنام، ودي بتعتبر المرة الأولى اللي بيتم فيها ترجمة إحدى الروايات للكاتب إحسان عبد القدوس باللغة الإنجليزية. تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير عن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كاهن معبد الحب من أبرز الألقاب التي لقب بها الكاتب والأديب إحسان عبد القدوس، كما لقب بنصير المرأة، وهو صاحب عبارة تصبحون على حب. والدته السيدة روزا اليوسف مؤسسة وصاحبة مجلة روزا اليوسف، وتعد نشأته بين التزمت والتفتح. عمل كرئيس تحرير لمجلة روز اليوسف، ومن أهم أعماله الأدبية صانع الحب والنظارة السوداء. كتب أكثر من 600 قصة قدمت السينما المصرية العديد منها، فتحولت 49 رواية لأفلام سينمائية. شارك في كتابة سيناريو وحوار أعماله مثل لا تطفئ الشمس وإمبراطورية ميم، وشارك في كتابة حوار فيلم أبي فوق الشجرة. من أعماله التي حققت نجاحاً باهراً رواية لا أنام وفي بيتنا رجل وأنا حرة. ومن أهم أعماله التي تحولت لعمل درامي لن أعيش في جلباب أبي. كما يعتبر إحسان عبد القدوس أديباً عالمياً، فقد ترجمت العديد من روايته إلى لغات أجنبية. من أهم الجوائز التي حصل عليها جائزة الدولة التقديرية في الأداب، وجائزة أحسن قصة فيلم عن روايته الرصاصة لا تزال في جيبي.